الأردن كانت أول دورة عربية يعني تدوي فيها صافرات الإنذار. نتمنى أن يلتزم المواطن في بيته الكثير من الحملات الشعبية يعني والمشاركات. خليك في بيتك هاشتاج تنصح المواطنين في البقاء في البيت، خاصة وأن المرض لا يستهان به وأن حالات عديدة من الأردن نحن بانتظار يعني أن تكون نتائجهم إن شاء الله سلبية وليست إيجابية.